سيارة هادي كل سبت الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت، وبإعادة الأحد بنفس التوقيت معي أنا هادي الخطيب على راديو تموز. ماي المسحت، رح تقولوا إنه شو عمل المسحت ما أنا عازي؟ لا، الشيء أساسي. أعطيكم إكزامبل، صرت ماشي على الطريق ومرقى سيارة وفي الأرض وحل، وطالتكم إزاز وحل، شو بتعملوا؟ بتدوروا ماي المسحت تقيم الوحل تتقشع على الطريق. روح هلا كمان عم تشتي بتلاقي السيارات قدامك عم تلو لك الازاز مثل الرزاز، فكمان بتستعملوا مي المسحات تقدروا تشيلون. ف بنعرف كمان انه ثلاث ارباع المي بلبنان كالكار، فبس كثره الاستعمال بخخات تبع المي بيسكروا بصير عليهم كالكار مجمع، فبتكون تستعمل دبوس جربوا يروحوا الكالكار، يا تستعملوا مي مقطره حطوهم بالريزرفوار، يا بتستعملوا مثل دواء مثل يوزي وفي مثل كبسول بتشتروها من محلات بتحطوها ساعتها هذا بيساعد بيروح الكركار يعني، والمي مقطرة من أصل المافيا كركار. والمسحات من الضروري ضروري تجيبوا مسحات أصلية، إذا ما بتجيبوا مسحات أصلية يا بزيزوها يا ما بيقيموا المي يا ما بيقيموا المي بتلاقوا بالنص في مثل بقع. وانتبهوا دايما على المساحة، إذا ناشفة ممكن إذا ناشفة بعدين تطيل المساحة شو بيصير؟ إذا روحكم الإزاز، وصايرة كذا مرة من الناس بيهملوا المساحة. وشكراً، كان معكم هادي الخطيب من جراج مروان برمينا. مزيد المعلومات 718-848-654. سيارة هادي كل سبت الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت، وبإعادة الأحد بنفس التوقيت معي أنا هادي الخطيب على راديو تموز.